Et on ne peut pas travailler sans base de travail et lire les statistiques. Et tous les docteurs savent ça. Et on a un grand problème dans ce sens-là. Moi, j'ai travaillé au ministère à un certain moment et j'ai vu que c'est un grand problème. Et surtout, surtout, rahou la prévention. La prévention, rahou nos jeunes. Tawa, il atteint beaucoup plus les jeunes. Et les jeunes sont en train d'avoir un comportement cancérogénique. قاعدين معناتها يتصرفوا بطريقه اللي هما باش يكونوا لي فيتور مالاد في quelques années مش برشا هذيك الخدمه الستاندي والرسمي اللي لازم نعملوها راهو مساله التوعيه مساله تبديل لي كومبورتمون وزيد كيف كيف بالنسبه للدوله في توجيه بار اكزومبل حكايه الملح اللي هي اون اكسي في برشا دي برودوي السكر معناتها برشا حاجات السبور لاكتيفيتي فيزيك واحد كيف يبدا يخدم 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 وفي بلاصه اون بلوس الوغ لا مسكر عليه و اي نا با لو طون دو فير ان بو داكتيفيتي فيزيك اعطيه لا بوسيبيليتي باش يعمل هاك l'activité physique هذيك نتاعو كبريفونسيون اكسيتيرا راهو برشا حاجات دو باز اللي لازمنا نخدموا عليهم في البلاد نتاعنا وراهو ما نجمو كان احنا اللي ننهضوا بها ماهيش باش تجي لا دوله مغادي ولا ملتي ناسيونال درشي راهو احنا التوانسه اللي باش نقوموا ببلادنا. عسلمة. مرحبا بالناس الكل ومرحبا بالاسوسياسيون بلوتو جي لابيتود دو فير دي شوز كوم سا بي يعطيكم الصحه على الجورني هذه انا اول مره نحضر بيسك بابا ريسامون ولا مريض بالكانسير كو بسيكولوجيكمون انا جاريف با اسومي لو مو كانسير بريف جي كرو اتر بلو فورت مي مالوروزمون جو لو سوي با. Le problème que l'homme a dit que l'information est aujourd'hui, sauf que محصورة عند كل واحد فينا. L'وزارة جات en deux mots قالت قاعدين يعملوا في آليات وآليات وآليات من بعد خلتنا الفرصة باش نسألوها شنو هما الآليات كيفاش نسمعوا بيهم كيفاش نعرفوهم مريض الكانسير كي يمرض بالمرض هذا soudainement حياته تتبدل ما يعرفش الانفورماسيون ديجا il arrive pas à assumer devant la société cette maladie et la personne. بالله سامحني انا نحب نكون ان بو براغماتيك اكثر يعني نحب نعيشوا في الواقع اكثر انا اونيتمون صحيح انا برشا مرضى كونسير في نيمبورت كيل سبيسياليتي اما انا ما نحبش ناخذ الاستاد اللي هو مرض فهمت خاطر ريالمون وكونكريتمون نحن تونس تو بلاد مع يعني في كريز ايكونوميك قويه برشا اون بو با سوبورتي مع النومبر الكبير انا يعني خدمت بيريود في صالح عزيز يعني في لوبيتال دو جور النومبر نتاع لي مالاد يعني سي انورم فهمتني به يعني ولذاش لازم يلفو شانجي البوليتيك شنو هي البوليتيك باش نعاقب على كلام مدام لازمنا نركزوا على البريفونسيون بريفونسيون ماهوش راهو توا جمعيات كيما لا ام سي قاعده تقوم يعني بالغول نتاعها في البريفونسيون اما هذايا لازم نزيد عليه حاجه اخرى لازم الوزارات يعني الوزارات الكل تتكاتف كل مع بعض باش نعطيك اكزومبل نحن في تونس ما عنديش دي ستاتيستيك كوريكت اما سكو جو فوا فهمتني يعني ما بين الكاتيجوري داج تاع ال 20 وال 30 باش نلقاو اكثر من 70% عن يعني من لي جون نتاعنا عندهم لو كونسير دو بومون اما لازم تتجرم انسان عمره يعني طفل صغير عمره 6 سنين يمشي الحماس ويمشي شكون يشرب من عنده سيجاريت لازم تولي جريمه هذه حتى القانون يدخل فيها واللي يبيع له كيف كيف با سنتيمون في الحكايه هذه كيف كيف باغي انا نعطي اكزومبل ناخذ اكزومبل بون لوان نورفيج اقل من 21 سنه ما عندكش الحق باش تشري يعني اون بوتي دالكول 21 سنه نحن 6 سنين توا نحن حتى في لي ليسي وفي لي فاكولتي انا قري فاكولتي فاكولتي يتكيف عادي لي تيديون من نجم نتكلم حاوي فاكولتي دو سبور يعني انكور بير يعني فهمت ولذا يفو باسي على اكسيون راه لازم تحط قوانين فهمتني خاطر لازم تتجرم حاجه هذه هو عمره 6 و10 و12 سنه هو ديجا اون كور دو كرواسونس تي مازال لا لي سيلول نتاعو مكتملين لا ال 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 الواحد لي زو نتاعو مكتملين حتى شيء فهمتني خاصه هذه راه صدق سي اون كاتاستروف جبت اكزامبل اخر من بكري على حكايه الملح وعلى الحاجات لي سكري وكل شيء يعني بلدان في العالم توا كيما لي بي سكانديناف عندهم يعني مادين لاباس عليهم برشا بارابور علينا ماغري سا عملوا البريفونسيون تيرسيير فهمتني يعني نحن نشوف باغ اكزامبل
يعني فما جشي كبير متاع فلوس في حاجات اللي يدمروا يعني المواطن التونسي وهونيتمون اون با لي مويان باش نجمو نداويو الناس الكل راه مستحيل بالنسبه لي انا بريفونسيون سي بوكو موان شير اون بلوس راهي الروح البشريه مهما تكون البيرسون هذيك شنيا راهي عندها سينيفيكاسيون كبيره برشا يعني الانسان يبدا هو مش واعي لازم نوعيه اما لازم نحط قانون معاه خاطر نوعيه مش الناس الكل عندهم نفس الدوغري دانتيليجونس دوغري داسيميلاسيون اي سورتو على حكايه لي سيجاريت سي ستريكتومون انتيردي خويا نحط اج معين شديد انسان يبيع كذا طبق قانون فو ابليكي القانون ما فماش يا با سنتيمون في الحكايه هذه خاطر بارفوا يفو باسي ا لاكسيون خاطر الشارج راهي كبيره برشا 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 انسوبورتابل الوغ لا سوليوشن سي كوا سي لا بريفونسيون سامحوني بربي باش نتكلم انا بيرسونيل في الكنا داكوردو بي المالادي بديت لي في بارتي وتحاولت لي بارتي اخرى بي دوزيام كور قال لي راهو في الفوا دونك سي انديسبونسابل دوي لي كانتي مشيت للديستريكت قالوا لي سي روجي علاش خاطر الباز نتاع المالاد المالادي نتاعك ماهيش في الفوا في بارتي اخرى دونك يزمك دوسيي و روجي و الوزارة الشؤون الاجتماعية entre temps انا في شيميو بعد تريتمون 21 جور رقدة في الفرش لا نجم لا نتكلم لا حتى شيء دونك بالتليفون بار ميساجري اش عملتو في الدوسي اش عملتو في الدوسي يقولوا لي ايمان يلزمك تبعت الوزارة الشؤون الاجتماعية معناها انا باش نبعث الوزارة الشؤون الاجتماعية لعائلتي شكون معناها فهمتني باهي entre temps نحضر في الدوسيم يحضروا لي لي كوليك في السونتر يحضروا لي في الدوسيم تاعي نكلم شيف دو ديستريكت في سوسا يرحم والديها قلت لها مدام هكا البيرسونيل في الكنام يصير فيه قالت لي شنو هي الحكايه ما في بالي بشيء قلت لها راهو هكا وهكا وهكا اوكي قالت لي سي بون هذا كل بالميساجريه بعثت بالايميل بيرسونيل نتاعها لتونس قال لهم كيفاش راهو هكا وهكا وهكا انا طبيب تريتون قال لي tu peux sauter la première séance la deuxième impérativement يلزمك تعمل كما قالت المدام الكونسير ما يستناش راه لا بابراس ولا ميدسان ولا حتى شيء ما يستناش فهمتني انا entre temps 21 jours خمام باش نعمل افوكا وقضيه صور انا بيرسونيل في الكنام باش نعمل قضيه وافوكا وفما شكون عمل قضيه وافوكا فهمتني معني انا باش نوصل لوزارة الشؤون الاجتماعية والله اعلم ما نفهم حتى شيء ما نعرف حتى شيء فهمتني وصلت نحكي بالميساجري بالاشارات انا بعد الشيميو نحكي بالاشارات فوالا ابخي 10 ايام كوميسيون اخرى في تونس قالت لي ايمان نورمالمون سي بون قلت لها مش نورمالمون يا لا واش انا نعرف روحي نحضر روحي فينونسيارمون خاطر فينونسيارمون زادت تحب لك شكاره فلوس شكاره فلوس اي نعم كو باغ لو ريجيم عندك ريجيم سبيسيال باغ لو تريتمون نتاع الانتي واحد قبل الشيميو يلزمك فما حرابش من فرنسا يلزمك تجي بوم سبيسيال فهمتني معناها تحب حياتك الكامله تتقلب طاش من حياتك كامله تتقلب اي اوغوزمون من بعد بالميساج قالت لي اوكي ايمان سي بون خذيت البريزون شارج نتاعك تنجم تاخذ دوام نتاعك انا لقيت شكون يعاونني واللي ما لقاش شكون يعاونو كيفاش يعمل معناه سي تري سامبل معناه فهمتني انه ثم فلو تاع دوسي في الكنام يمكن 50% في توت بريستاسيون كونفوندو كلهم دي انترفونسيون الناس كلتا احنا في طبيعتنا التونسي حنين برشا وديما تلقى شكون عنده يعرف خيط يقول لك في الكنام في الاداره وكلها سيركوي انا مثلا عندك 50% من الدوسيات يقول لك هذا راهو هذوما بريستاسيون سبيسيال وراهو يلزم تريتمون اتون ويلزم فهمت الطبيب ما عطاها تريتمون كان فريمون يستحقو فهمتني موش عطاها كيكا دوي باراشوتي معناها كان فريمون يستحقو فهمتني انت باش تقول لي كوميسيون ما كوميسيون لا اجا نقول لك حاجه انت ساعه مرحبا بك زميلتي ونتشرف بهذا وان شاء الله ربي يشفيك يا عايشك الله يخليك انا ندعو لا كوميسيون ناسيونال اوبري دو لا دو مينيستير دي زافير سوسيال كومبيتونت بور لا ريفيزيون دو كونتينو دو ريجيم دو باز اللي هي
généralement, il y a des propositions, mais les sociétés savantes, elles nous traînent le محتوى نظام القاعدة التأمين على المرض. Elles nous, elles, me traînent في في المريض يقول برا جيب رجيه ومشي الغادي كتاخد ديروغاسيون ورجع ليها وباش خرج القرار. أني أنا نقرأ نص قانوني اللي ما نعرفش نقراه. الحاكم يقول لك اعطيه الدواء. إي نعطيه قداه؟ شهر، شهرين، كي يعمل لي تجديد نزيد ولا يعمل قضية أخرى؟ ولا نزيد في بوزولوجي. راهي سامبل أوردونونس، ماهيش بريسكريبسيون. راهو المريض قدامنا، يلزمنا نعرف كيفاش نتعاملوا مع القرار هذاك. هذاك علاش نخليوا الهيئة المختصة في التكفل تكون أليس، أليس باش؟ بالكونتوني نتاعها يبدا واضح. عندي دي كريتير دو بريزون شارج اللي هما متبنيهم أنا من دي بروتوكول ثيرابيوتيك عملتهم الجمعيات العلميه اللي هو القرار نتاعها هابط بقرار مشترك بين وزير الصحه ووزير الشؤون الاجتماعيه مش نداليز فما عامل الوقت راهو الوقت الوقت هذاك علاش قلت لك انا لازم مش اسمعني الباسيون راه مش باش يقعد يستنى حتى الكوميسيون تجتمع والدوسي يتحل وحتى يعطيو اكور ولا يخمو راهو وقت فهمتني معناها اذا كي انت تسوت لا دوزيام سيونس ça y est, je me disais, fantini. Et non seulement le patient psychiquement déjà au début la maladie, il y a un bih Rabbi. On va à deuxième, ouais. Tu le vois, Allah y a un bih. Puis il ouvre couli, mais il ouvre couli. Que stress déjà, fantini. Ça aide pas. Ana, Rosali, mais les bêtes le knam. Tu vois, تقريباً ملي المise en application du régime تاعنا. نتمنى انه باعتبار انه المرض السرطان هو مرض متكفل به كليا سواء في القطاع العام او القطاع الخاص انه يصير الامباكت معناها نحسوه انه الديكوفيرت نتاعو تكون استاد بريكوس انه الانفلوب انك نعطيك فكره على الانفلوب اللي تكفل بها الصندوق قبيلك سيري ذاك شريط 350 مليار دويات بركه في العام اللي هي شطر دويات تكفل بهم الكنام اي لا نحكي لك من الكوتيزاسيون من الكوتيزاسيون ومن لارجون دو كونتريبيابل كيف قلت لهم في القناه معليش قالت لي ماهو اللي يمرض بالسرطان معناتها احنا اي بالطبيعه هذيك هذيك لارجون دو كونتريبيابل هذيك الفلوس نتاع المجموعه الوطنيه بالطبيعه بالطبيعه مدام على خاطر كان مش هي معناها باغ ايميل بيرسونيل فهمتني قلت لها يا مدام علاش هكا وهي ما فيها ولا حتى شيء هي اون بيرسون فهمتني بالايميل وتشوف وتكتب لي وي ايميل وهاو واستنى شويه وبرد دمك وكل شيء فهمتني التوا نشوف لها بمزيتها